السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم صحة جيدة وكانا مزيانة ان شاء الله. المهم اخوتي، اليوم نهار ديال التحدي، غير الله يحفظ وصافي دعيو معنا. اليوم غادي نطلق الماكلة هنايا صبة في الارض، وغادي نطلق الكلاب اللي عندي كاملين، نضي منهم انزو موتشو وصمة دوتي، مهم ولاتات كاملين، والذكور المهيمنين. سكوت والله ينعم سكوت، هيك يسمعني بديت نصور، سبحان الله العظيم عندي معروفة، هيك يسمعني كنهضر كنقول السلام عليكم خوتي خواتاتي كي ديماري. ها هو ها هو ها هو ما كيسكتش، كيقول يطلقني يطلقني كامل خصو يبان. المهم اللي ناقص في التشكيلة هو ريو، وبزاف ديال الناس كيسولوني على ريو، عدد هائل ديال الميساجات كيجيوني غير على ريو ريو ريو. المهم ريو ما بقيتش كنبينهم حيت ما بقاش عندي هنايا ريو، صيفطو يخدم مع الاخ ديالي في السيكوريتي، بدا يخدم به السيكوريتي، المهم يخدم به شي ايام، ديك الساعه غادي نجيبوه. من غادي يجي ان شاء الله ديك الساعه غادي نديرو له الفيديوهات ديالو عاوتاني، راه داك الشيء علاش غائب، راه مشى راه مسربس. المهم اخوتي دابا غادي نبداو التحدي. كنوجه تحيه بعدا للناس اللي كيتابعوني كاملين، وسبيسيال ديديكاس للناس اللي كيصيفطوا لي لي كومونتير كاملين واحد واحد. المهم شحال نقول لكم اخوتي، اليوم ادعي معايا وصافي، غنبداو التحدي بلا ما نطول عليكم مقدمات. نبداو التحدي ديالنا. المهم هو تحدي ماشي سهل ان يكون عندك هاد القطع كامل وتعطيه ياكل ومجموعه، راه ساعه كاينين الناس اللي عندهم غير جوج كلاب وفي الوقيته ديال الماكله كتحرف لهم فيهم، وخصكم تعرفوا دابا راه حنا على الصباح باقي الكلاب ما كلاو ما والو، باقي الكلاب فيهم الجوع ما واكلين ما والو. المهم راه كلشي جيعان، وغادي نطلق لهم كروكيت. كيفاش غادي ندير؟ غنفرش لهم هادي، اي 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 عمي اي المهم الله يحفظ وصافي. هذا القضية اللي غادي ندير ما عرفتش غادي تصفي بيا تخرج الطريفة ولا لا. المهم هذا تحدي عطيته لراسي خدمت عليه، ولكن بيني وبينكم ما خدمتش عليه بزاف بحكم الوقت، ما عنديش الوقت وديك الشيء علاش ما خدمتش عليه بزاف، ولكن المهم غادي يكون معنا وصافي. كتشوفوا غادي نديروا لهم واحد 10 كيلو د الكروكيت. ايه رجع ايه حنونه، دخل مايا، دخل يلا تجيو كاملين ضربه واحده مايا، نو توش با. المهم على فكرة هاد الكروكيت راه مزيان بالنسبة، ايه ما هي نو على فكرة هاد الكروكيت هذا ديال الانرجي، كيعطي الكلاب الانرجي مزيان. المهم ايه ما هي باك ما كتخافش، ما هي ضعفت في هاد البرودة هادي ما عرفتش علاش. المهم مابقاتش صحيحه هذيك الصحه اللي كانت، هي دخلت البروده وهي الضعف، واخا ان عندها موضع سخون فين كتكون وكلشي. المهم دابا غادي نبداو التحدي وغادي نشوفو، غادي نبداو نطرقو الكلاب من هنايا. جلس تما
ما فين داخل فوسطك؟ اجي دوتي دوتي هذاك موال في البراكة اللقطة الحاسمة اللقطة الحاسمة غادي يخرج انزو فوسط القاطع ايه نو غتوسخني اخرج انزو فوسط القاطع وغادي يلقى الماكلة وهو فيه الجوع ما عرفناش ردة الفعل ديالو كيفاش غادي تكون وتشوما داهاش كاع في الماكلة حابل غير تنقاز هو وبيبي دوتي كيخرج كيدي جوج الحبات وكيدخل كياكلهم لداخل هادي هي القاعدة ديالو ملي كنعطيهم الماكلة مولفوها كياكل فوسط البراكة المهم اخوتي دابا غادي نحاول انني نسيطر باش غادي نسيطر كيف ما كنصحكم دائما الكلب دائما تكون عندي شي حاجة في عنقو باش تيلا دابزو كيجيوك ساهلين انك تنقد الموقف يعني الكورة كامل غادي نعمل لهم لي تخونجلو عندي هاد لي تخونجلو مزيانين تفعوني بزاف ونزال تحية خاصة لحسن السوسي كندبرهم عليا هادو كنعطاهم كادويات للكليبات كنعطاني تقريبا شي 10 هما اللي نافعيني دابا كرة غنعمل لهم هكا باش حتى الى وقع موقع غادي نحاول غادي نقدر انني نقاد الموقف ما يكونوش اضرار بزاف دابا غادي تطلق ونزو الوحش داخل وسط القاطع ويتشارك معهم وجبات الاكل الله يحفظ شاني شال حلاب وسمى اي بوشي خاصني دائما نخلي الصوت ديالي طالع باش الكلاب كيديروا لي بالحساب انزو اش فهمتيني باش دائما كيقولوا ها هو هنايا انزو ما مداش في الماكله ما صلحش فيه الجوع حيت كنعطيهم ياكلوا بالليل ديك الشيء علاش واقيلا اي انزو مجرد ان ذكر واحد يهرند يخرج ديك الصوت غادي تنوض غادي تشبك المهم دابا كيف ما كتشوفوا القضيه راها هذه مكالمية كنظن انني نجحت في التحدي واقيلا كنظن انني المهم راني حاضي مع انزو باش ما يمشيش كل ما كانوا الكرة بعادين على بعضياتهم مزيان دابا راه كاين دوتي قريب على بوسما والدنيا هانية صافي القضية راه واقيلا غادية معايا مزيان كنظن ديك انزو واقيلا ما مولفش حتى نعطيه كروكيت كاين كروكيت ايه اي دابا منين كيكون يلاه تطلع خصو يدور ويرشم بلاصتو وهادي عاد هو عاد جا ياكل وبصم مشى عاد تاني كيعمل بيبي المهم اهم حاجة منين يكونوا عندك كلاب مع بعضياتهم خاصك ترد البال هاهما جاو حدا بعضياتهم نموتشو انزو مكاينش مشكل مكاينش مشكل الحمد لله قدرت انني توفر وانني نخليهم ياكلوا مع بعضياتهم صبا والحمد لله ما كاين لا اضرار لا والو اش قلت يا اخي نسيت الاسم ديال السيد اللي كنت شريت من عنده انزو
والله لا تنسى الاسم ديالو كاع. المهم كنبغي نقول له شبان لك انزو في وسط القطاع وفي الوجبة الصباحية ديالو نوت وسخني موتشو. لا 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 صافي بلا ما لي سامح ما تفرحش بيا. انزو ما خصنيش نلعب مع شي ذكر دابا حاليا، راه الا مثلا شديت الموتشو بقيت كنلعب معاه راه غادي تنوض غادي تشبك. وإلا لعبت مع انزو المهم اي ذكر لعبت معاه الكره الاخرين غادي تجيهم من غيره وغادي يدابزو مع بعضياتهم. توتي وبغيت نشير لكم لواحد النقطة اللي هي مهمة مهمة وهي اللي زادت عقدات التحدي ديالي وهي اللي زادت مهم خصكم تعرفوا. موتشو هذيك الماكلة يا ولد الحرام شبعت ياك شبعتي وجاي دير عليها. المهم الحاجة اللي هي عندي صعيبة هنايا في القاطع والحاجة اللي ما يقدرش يتسيطر عليها واحد اخر وصعيبة باش تسيطر عليها، خصكم تعرفوا بان هاد القاطع راه فيه جوج د اللانتات اون شالور، كاينة حنونة وكاينة لارا بجوج بيهم في موسم التزاوج. يعني صعيب انك يكونوا عندك واحد المجموعة ديال الكرة وملي راسات كيما كتشوفوهم شرسة ويكونوا في وسط منهم لانتات اون شالور بلا ماكلة راه صعيبة انك باش تتحكم فيهم، ولكن الحمد لله انا القطع ديالي متمكن منه وقادر انني نحكمه. هانتوما كتشوفهم كياكلوا مع بعضياتهم وعندي جوج لانتات اون شالور وهكاك انا مسيطر عليهم بلا عصا بلا زرواطة بلا والو غير بالصوت ديالي. الى لاحظتوا راني ما كنقدرش نوقف الهضرة حيت الى سكتت وما بقاش الصوت ديالي مرتفع في وسط منهم غادي تشبك وغادي تشبك شبكه خايبه. المهم اخوتي التحدي ديالي انا نجحت فيه، قدرت انني نخلي الكلاب ديالي ياكلوا صبه وكيف ما كتشوفوهم كلشي كلاب شبع الحمد لله. ايه شكاي لا ما تعلقش فيا رجلك فازكي ما تنسيا انت يا موسخ من الصباح وانت يا كتنقز في الماء كيعجبك تلعب في الماء. لا لا نو نو وليني هاد العفريت هذا ضروري يفرح بيا ونطبطب عليه هذيك اللي ما دالكا عاد غادي يتهنى. انزو موتشو وجها لوجه الوجبات الصباحية ديالهم كياكلوها في بلاصة وحدة. المهم اخوتي كنتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم وكنتمنى التحدي ديالي يكون حرك فيكم شي شوية ديال الحماس. المهم الحمد لله توفقت في التحدي ديالي وقدرت انني نفطر الكلاب كاملين وفي مجموعين صبا. المهم الحمد لله وفقني الله وما وقعو حتى شي اضرار حتى واحد ما دابز ومساعي مشات كلها على خير وبخير. كنتمنى منكم على التحدي هذا تعاونوا معايا وتبارطاجيو القناه عندكم في المواقع الاجتماعي التواصل الاجتماعي ديالكم وتعاونوا معنا بلايك وكومونتير واللي باقي ما مابونيش يتابونا معنا. المهم ان شاء الله غادي يكون جديد وخليكم معنا راه كل نهار ان شاء الله غادي نحاول نعمل لكم فيديو يكون مختلف على الاخر. الى اللقاء.